الأمريكية الواقعة شمال مدينة الحلة منطقة شبه مهجورة مع الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية. فالعتاد الأمريكية وقوافل الجنود تتجه جنوبا إلى معبر الكويت استعدادا للعشرين من شهر كانون الأول، الموعد النهائي لتسليمها لوزارة الدفاع. وتشكل القاعدة نقطة انطلاق رئيسة لانسحاب القوات الأمريكية، وهي مسؤولة عن تأمين مغادرة آلاف الجنود برا على طريق يمتد 240 كيلومترا تحت أنظارها. ولا ينكر العقيد سكوت أوفلاند أمر الفوج الأول في الفرقة الأولى التابعة للجيش الأمريكي وقد خدم قائدا للقاعدة ثلاث جولات في العراق، لا ينكر فضل قوات الأمن العراقية وشيوخ العشائر الذين ساعدوا على الحفاظ على سلامة الطريق السريع الجنوبي للقوات المنسحبة. هي لم تؤدي دورها وحسب، إنما لعبت دورا محوريا. فلو لم يكن لدينا تعاون قوات الأمن العراقية ولم يكن لدينا دعم الشعب العراقي لكان كل شيء مختلفا تماما. وبرأي أوفلاند أيضا، فإن الجيش العراقي أصبح جاهزا وبصورة جيدة لتسلم مهام الدفاع عن العراق بعد الانسحاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتبر العراق نموذجا متميزا في بناء الديمقراطية والخروج من عصور الدكتاتورية المظلمة.